الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج صباح الورد. وصباح الورد عليك يا حسام. صباح الورد عليك يا مها. صباح الورد والسعاده على كل الساده المشاهدين. صباح جديد دايما بامل جديد يا رب، وحلقه جديده من صباح الورد. النهارده عندنا طبعا كما تعودنا دائما اخبارنا المنوعه وكمان فقراتنا المختلفه، وبعض التقارير كمان ان شاء الله هتعجب حضراتكم. نقول لكم بقى عن فقراتنا. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الاقتصاد التركي اللي بيتعرض الحقيقه لما يشبه باللحظات الاخيره قبل الانهيار، زي ما قالت كثير من المؤسسات الدوليه الاقتصاديه، وكان اخرها ما اعلنته وكاله مودز طبعا التصنيفات الائتمانيه اللي اعلنت تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا بعد اجتياحها لشمال سوريا في العمليه طبعا اللي سميت ظلما بنبع السلام. وطبعا تاثير ده على الاقتصاد التركي كبير جدا الحقيقه، لانه بان حتى خلال شهر اكتوبر، لان كانت الليره التركيه اكثر العملات يمكن تدهورا خلال شهر اكتوبر. وطبعا تهديدات كبيره للاقتصاد التركي بانه يتواصل تراجع العمله التركيه لمستويات غير مسبوقه، وده تاثيره طبعا هيكون واضح على النمو في تركيا اللي بيعاني اصلا من كثير من المشاكل طبعا بسبب سياسات اردوغان الصبيانيه مع الكثير من دول العالم، وتدهور علاقاته سواء مع الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده او حتى مع الجيران في الشرق الاوسط. النهارده المحلل والخبير الاقتصادي احمد ابو علي هيكلمنا عن ايه ايضا خلينا نقول ملامح انهيار الاقتصاد التركي، وهل هيستمر على هذا المنحى ولا لا، وايه فرص اردوغان للصعود بالاقتصاد مره اخرى في ضوء طبعا تورطه في العديد من العمليات العسكريه هنا وهناك. اما بقى الفقره الثانيه فاحنا طبعا يوميا بنتابع الطقس واخباره، وبنبقى مستنيين نعرف في عاصفه ولا مطر ولا حراره مرتفعه، وناس كتير عماله تقول لك الله الصيف هيجي امتى، ده احنا خلاص يعني في نص عشرة. لكن كواليس العمل ده واللي بتعمله هيئه الارصاد الجويه في معرفتها بدرجات الحراره والتنبؤ بالاحوال الجويه، مرورا كمان بتفاصيل تانية كتير زي ايه اللي بتقدمه الارصاد الجويه للناس مش معروف قوي، ومعلومات عن الطقس والمناخ في مصر، ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفنا دكتور ابراهيم عطا المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، وده هيبقى اول ظهور ليه بعد توليه المنصب معانا في صباح الورد. كمان فقرتنا الثالثة بقى هتبقى فقرة فنية مهمة جدا، لأنها الحقيقة مع المنتج السينمائي الكبير الأستاذ محسن عالم الدين اللي بيعتبر واحد من أهم صناع السينما المصرية على مدار الخمسين سنة الماضية، والحقيقة مكتبته مليانة بأرشيف قوي جدا من الأفلام واللي بعضها بيعتبر من علامات السينما المصرية، وكان ليه مشاركات أيضا فيها كبيرة زي عزيزي كلنا لصوص وأرض الخوف وإمبراطورية ميم ونحن لا نزرع الشوك والرصاصة لا تزال في جيبي، وكتير حتى من الأفلام اللطيفة نص ساعة زواج، إسماعيل ياسين في الأسطول، كتير كتير الحقيقة، يمكن أكتر من ما يقرب من 80 فيلم خلينا نقول شارك فيهم بشكل أو بآخر المنتج الكبير محسن عالم الدين. احنا بنتكلم على ان احنا هنبقى قاعدين امام تاريخ، يعني رجل اثرى مكتبه السينما العربيه بكنوز في تاريخ السينما، يعني محتاج حلقات وحلقات، لكن بقدر الامكان هنحاول ان احنا يعني نسترجع ذكريات هذه الاعمال. هنسيبكم كمان دلوقتي مع اهم منشطات وعناوين صحف اليوم ونرجع لاخبارنا. We'll be right back.
نرجع لحضراتكم من جديد. وشهر اكتوبر هو شاهد على انتصارات كتير جدا، مش بس الانتصارات اللي اتحققت في سنه 73، لكن اللي حصلت كمان قبل كده في حروب الاستنزاف. النهارده ذكرى تدمير المدمره ايلات اللي اسرائيل كانت بتفتخر بيها، وقدر الافراد اللي مكلفين بالعمليه دي والابطال اللي مكلفين بالعمليه دي باغراق المدمره. وبقى يوم 21 اكتوبر عيد القوات البحريه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لكم مره تانية. رفض الهزيمة هو أول خطوات النصر، وكسر أسطورة العدو الذهنية لدى الجنود لا يقل أهمية عن التدريبات وتجهيزات الأسلحة. لذا كانت حرب الاستنزاف جزءا لا يتجزأ من انتصارات أكتوبر، وكانت في القلب منها عملية إيلات. كانت المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات إحدى مدمرتين تتباهى بهم إسرائيل وتتبجح تحت قيادة إسحاق شيشان باختراقها المياه المصرية إلى يوم 18 من أكتوبر من عام 1967. فقررت القيادة السياسية المصرية إعطاء الأوامر للقوات البحرية بضربها وإغراقها. وفي يوم 21 من أكتوبر من عام 67 صدر أمر بالاشتباك مع المدمرة، وتشكلت فرقتان للقيام بالمهمة. الفرقة الأولى كانت بقيادة النقيب أحمد شاكر ومساعده الملازم أول حسن حسني، وكان على اللنش 504. أما اللنش الثاني 501 كان يقوده النقيب لطفي جاب الله بمساعدة الملازم أول ممدوح منيع. وبالفعل نجح اللنشان في سابقة عسكرية مرعبة في تدمير إيلات وإغراق أكثر من 100 فرد عليها، حتى استغاثت إسرائيل بالعالم. لقد كان إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات بواسطة 4 صواريخ بحرية من طراز سطح عملية هي الأولى من نوعها في تاريخ الحروب البحرية، وبداية مرحلة جديدة من مراحل تطوير الأسلحة البحرية واستراتيجيات القتال البحري في العالم. فقد تم في هذه العملية تدمير مدمرة حربية كبيرة بلنش صواريخ للمرة الأولى في التاريخ. كمان النهاردة ذكرى وفاة الأديب والكاتب الكبير الصحفي أنيس منصور اللي رحل عن عالمنا في عام 2011، ولسه لحد النهاردة كتبه ومقالاته وعباراته المأثورة دايما بنشوف الناس طبعا وكتير من الشباب بيعملوا لها شير على الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. إلا نحن في الأخير يعني لازم نقول إن احنا أمام طبعا ذكرى لكاتب غير عادي، وطبعا كان ليه كمان يعني نوادره كان دايما بيلقب بأنه عدو للمرأة وفي نفس الوقت عاشقها، وكانت كتاباته طبعا بشكل عام بسيطة وقريبة للناس، واهتم بكثير من القضايا يمكن كان على رأسها فكرة الطائفية ومغلاة والتطرف، وكان دائما بيدعو للانفتاح في المجتمع وقراءة الآخر والتعرف على الآخر. الحقيقة كاتب من طراز خاص ونادر، لازم نتذكره دائما الحقيقة وكتاباته الملهمة، سواء بقى ما تم تقديمه في الصحافة أو من خلال كتبه أو حتى من بعض الأعمال التلفزيونية. خلينا نتابع ونشوف حركة التقرير التالي. أنا راجل بتكويني مش اجتماعي، يعني لازم يعني أتجرجر عشان أبقى اجتماعي وأخد بالي من الناس وأجامل وأتجامل وأروح يعني لما تسيبني لوحدي أقعد لوحدي. إذا أردت أن تعرف أن عقل الإنسان لا حدود له، وأن قدرته على التعلم واكتساب المهارات أيضا لا حدود لها،
فعليك أن تعرف كاتبنا وفيلسوفنا الكبير الراحل أنيس منصور. ففي مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات رحل عن عالمنا عالم من القلائل الذين يعتبرون موسوعة في الأدب والفلسفة وأحد رواد أدب الرحلات في ثوبه المعاصر. ولد أنيس منصور عام 1924 بمدينة المنصورة، وكانت بداياته مع القرآن الكريم حيث أتم حفظه وهو في 9 من عمره، وقد كان طالبا ذكيا وكان الأول على الجمهورية في الشهادة الثانوية، والتحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة وحصل على ليسانس الآداب وأصبح أستاذا في نفس القسم، وبعدها تفرغ للعمل الصحفي والكتابة في أخبار اليوم سنوات طويلة، وانتقل منها للأهرام ودار المعارف. أتقن عدة لغات كالإيطالية والإنجليزية والألمانية والروسية واللاتينية والفرنسية، واطلع على ثقافات عديدة. أسر المكتبة العربية والأجنبية بما يعادل مكتبة أخرى، وكان من أهم أعماله في صالون العقاد كانت لنا أيام، تولد النجوم وتموت، الذين هبطوا من السماء، قل لي يا أستاذ، أرواح وأشباح، أعجب الرحلات في التاريخ، مذكرات شابة غاضبة، عزيز فلان، وجع في قلب إسرائيل. وظل سنوات طويلة يطل على قرائه بعموده الأشهر في الصفحة الأخيرة من صحيفة الأهرام مواقف، بالإضافة إلى مقالاته في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. كرمت مصر اسم أنيس منصور وحصد في حياته 10 جوائز من الداخل والخارج، وتبقى جائزته الكبرى التي يحصدها حتى الآن طبعات كتبه التي لا تنتهي وتجدها في الأجيال المتعاقبة. أنا أصف نفسي بأني مرتحل أو رحالة بين الأفكار وبين النظريات وبين الأحداث التاريخية، فأنا على سفر دائم. رحم الله الكاتب والعبقري والفيلسوف أنيس منصور. النهاردة في فقرة كاذبون بقى اللي احنا بنتتبع فيها كذب الإخوان ونشرهم للشائعات، معانا حاجتين. خلونا نبدأ بالأولى. اللي بيتابع صفحات الإخوان على السوشيال ميديا عارفين ان في شخص اسمه عبدالله الشريف، ده بيعمل برنامج على يوتيوب، وعبدالله هربان برا مصر، نزل زملاء صحفيين من اليوم السابع وعملوا فيديو من محيط بيته في الإسكندرية مع جيرانه وأهله. بنحكي لكم القصة دي عشان بس تبقوا عارفين ازاي الإخوان بيصنعوا الكذب، لأنه أثناء ما بيصوروا عبدالله الشريف اتورط في كذبة كبيرة جدا ما كانش عامل حسابها. كتب تويتر اللي على الشاشة دي هنشوفها مع بعض دلوقتي على صفحته، وقال فيها: الآن في هذه اللحظة يتم تصوير والدي وغيره من أهل منطقتي وانتزاع التصريحات منهم تحت التهديد. الزملاء في اليوم السابع أدركوا سريعا الموقف وفورا صوروا فيديو ليهم مع الأهالي وطلعوا فيها عبدالله الكذاب، وطبعا خد اللي فيه نصيب زي ما حضراتكم عارفين. لكن خلينا نقول انه اللي من النوعيه دي طبعا ما بيتطلبش يعني كذب ولا يعني ما بيبطلش كذب ولا بيزهق، لانه في حقيقه الامر بيعتمد دائما على فكره تهيج الناس باي شكل من الاشكال، سواء المعلومه دي كانت صحيحه او غير صحيحه، وحط اي خبر في طبعا في ذروه الاحداث المختلفه اللي بتتقال. لكن على اي حال الزملاء في يوم السابع نزلوا وصوروا على ارض الواقع وسجلوا مع الاهالي وشافوا انه ما فيش حاجه من دي تمت، سواء كان استجواب لاهله او لمنطقته او اي شيء من هذا القبيل. طبعا الصحفيين اللي نزلوا برضه بنوجه لهم التحيه، هو الصحفي باليوم السابع الاستاذ حسن مجدي، هيحكي كمان عن جزء من القصه اللي قلناها لكم، وهرويها كمان ازاي عبد الله قدر يكذب هذه الكذبه وازاي تفاعل كمان معاها الناس في منطقته ومتابعات الناس ومشاهداته. هنعرف بقى من خلال التقرير القادم ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. قبل ما ابدا الفيديو ده عايز اقول لعبد الله الشريف حاجه واحده بس: بلاش تتريق على شكل حد ارجوك. رقم واحد، دي خلقه ربنا. ثانيا، شكلك ده ما يسمحلكش ابدا انك تتريق على اي حد، فبلاش نخش في الموضوع ده علشان حرام وعلشان مش في مصلحتك. ما علينا من اللي فات، المره دي بقى يطلع اللهبل ابن الراجل الطيب
ويقول لك اليوم السابع ارغمه ست طيبه غلبانه انها تسجل معاهم وتشتمني وتقول عني كلام وحش جدا، والست دي دلوقتي في المستشفى علشان صعبان عليها اللي هي قالته في حقي. لكن ربنا كبير ومع الاسف بيكشف كدبك بكل بساطه. ليه بقى يا عبد الله؟ لانك هايف وحتى ما بتذاكرش اللي انت بتقوله والكدب بتاعك. احنا يا بيه عرضنا الفيديو بتاعنا كامل بكل الناس اللي سجلنا معاهم يوم الاربعاء. طبعا عبد الله بيقول اكيد اليوم السابع نزلوا منطقتي، اكيد في ست كده وقعت في سكتهم وكلموها، لكن حظك الاسود ان احنا مع الاسف ما سجلناش مع ستات. والفيديو بتاعنا كامل هتلاقوه في الديسكريبشن، منشور يوم الاربعاء ما فيهوش ولا ست يا كداب. عبد الله بقى لعب لعبه لطيفه قوي، عرض لنا صور من شويه اوض نوم وقال قال ايه ان هو هيعرض الفيديوهات والتسجيلات العظيمه دي لو احنا عرضنا التسجيل بتاعنا مع الست اللي هي مش موجوده، علشان يعني الست في المستشفى وصعبانه عليه وخايف قوي ان هي يجرى لها حاجه لو احنا عرضنا الفيديو بتاعها عنه. لكن احنا هنقول لكم بقى ازاي عبد الله بيجيب تسريبات. الصراحه اسامه طلعت هو اللي جاب لنا القصه دي. بص يا باشا، انت هتفتح جوجل وهتكتب عليه اوض نوم، هتجي لك تسريبات كتير قوي بقى زي تسريبات عبد الله الشريف. ممكن كمان تكتب اوض سفره اوض انتريه، هيطلع لك تسريبات عبد الله الشريف وتقدر تبعتها له على الواتساب العظيم ده وهيعرضها على انها اعظم تسريبات في الكون. على هامش بقى التسريبات الهايفه دي، تعالوا خدكم الحدوته لطيفه شويه. عبد الله الشريف الحلقه اللي فاتت عرض صور لحوالي 15 اوضه نوم وسفره كده مع بعض، وقال ان دي ايه يا باشا، دي القصور اللي اتكلفت او القصر الواحد اللي اتكلف 250 مليون جنيه. بحسبه بسيطه كده الاوضه من دول تعمل لها حوالي 70,000 جنيه مع جاكوزي واحد. يا مؤمن الجاكوزي ده مع اوض النوم المفروض ان هم كلفوا الدوله 250 مليون جنيه. اي مواطن مصري بسيط لو حسب الحسبه هتطلع لها كل القصه دي بمليون جنيه. يعني انت الحدوته اللي انت لعبتها دي يا بيه لو بتكذب حد بتكذبك. احنا يا عبد الله ما بنردش عليك علشان مش عارفين نرد، احنا يا بيه ما بنردش عليك من هبلك وهيافتك. صوره القصر اللي انت عرضتها الحلقه بتاعت عمرو اديب والصوره اللي جايبها عمرو اديب اكبر من الصوره اللي انت عرضتها يا هايف. بس نعمل ايه، السوشيال ميديا عملت للهايف سعر. على ذكر السوشيال ميديا، صحيح عبد الله الشريف بيتبهى كل حلقه ويقعد يقول لك شوفوا حلقاتي عملت مليون عملت 2 مليون، لكن مع واحد بيحب اليوتيوب زي حالاتي ممكن افضحك وبلغتك اعريك. احنا النهارده الحد وانت حلقتك ناشرها يوم الخميس. لو فتحنا كده مع بعض الترند بتاع يوتيوب هنلاقي ايه؟ رقم واحد هنلاقي حلقه مي كساب مع منى الشاذلي امبارح رقم واحد بكام؟ ب 297,000 مشاهد. هنلاقي اغرب اعياد الميلاد ب 220,000 مشاهد. هنلاقي مهرجان لطيف كده ب 335,000 مشاهد. يعني يا بيه انت حلقتك جايبه مليون ومنشوره من يوم الخميس ومش موجود في الترند، تفتكر ليه؟ لان يا استاذ عبد الله يوتيوب ممكن يديك مشاهدات زي ما انت عايز طالما حضرتك بتدفع. ادفع لي هديك مليون وهديك 2 مليون، لكن المشاهدات دي ولا تجيب لك اعلانات ولا تحطك في قائمه الترند. علشان كده ممكن جدا نلاقي 38 وصفه للشوكولاته موجوده في الترند وانت يا ابو مليون ونص مزيفين ومدفوعين مش موجود. فبلاش تلعب معانا يا عبد الله علشان اللعب معانا صعب عليك. على ذكر يوتيوب وفلوسه، صحيح عايز اختم معاكم بالحدوته دي. عبد الله الشريف كان من اول محاره، ايام ما كان شريف يعني من اولين المحاره على عيننا وعلى راسنا وكلنا بنحبهم وناس شغاله وشقيانه. تعالوا نشوف اسطى المحاره اللي كان مشغال معاه عبد الله مناول بيقول عنه ايه ونرجع تاني. عبد الله ده كان بيناولني زمان وكان متبقى محاره وراجل شقيان وراجل تعبان، بس خد خط تاني بقى ما نعرفش ايه كسر. تقدر تقول لنا بقى ازاي عبد الله تحولت من مناول محاره شريف الى واحد بتلبس من اغلى البراندات على اليوتيوب كل يوم؟ فيديوهاتك مش محتاجه تسريبات، كل يوم بتطلع باللوجو الجميل، واحنا بقى دخلنا على المواقع الرسميه وجبنا اسعار الحاجات اللي انت لابسها دي بكام، وكله بيتباع بالدولار. طبعا ناس كتير هتقول لنا ده اعلامي، اعلامي فين حضرتك؟ قناه ايه اللي بتدفع له؟ ناس كتير هتقول لك ما هو بيطلع على يوتيوب. لا يا بيه ما بيطلعلوش اعلانات والله، لان معظم الشركات قافله عليه الاعلانات. يعني واحد ولا شغال في قناه ولا بيجي له اعلانات على يوتيوب، وهو اللي بيدفع اليوتيوب علشان يوصل اعلاناته، وكل يوم بيطلع لنا بتيشيرت بس ب 2000 3000 جنيه غير باقي الطقم. منين؟ بص يا بيه، عايز تسمع وعايز تشتم البلد انت حر، عايز تقول رايك برضو انت حر وانتقد براحتك، لكن ارجوك ما تمشيش ورا ناس نصابين وحراميه وبيقبضوا عايشين بره بياخدوا دولارات قد اللي انت بتصرفها في حياتك كلها علشان يطلعوا يهدوا بلدنا. لو عبد الله فعلا بيجري وراح يقول غلابه كان راح جاب تيشيرت ب 100 جنيه ودفع 2099 جنيه للناس الغلابه اللي بيقولوا ان هم بياكلوا من الزباله وان هو طالع يدافع عن حقوق. ارجوك فكر بده قبل ما تمشي ورا اي حد. من حقك تعارض لكن مش من حقك تمشي ورا الناس الخاينه.
طبعا شفنا مع بعض دلوقتي زميلنا الصحفي في اليوم السابع حسن مجدي وهو بيرد يعني بنفس الطريقة وعلى كل التفصيلة لهذا المدعي الكاذب. لو تفتكروا كمان عبد الرحمن عز برضو أحد يعني ديول هذه الجماعة لما كان بيتكلم من موبايل وبيقول في ضرب وفي وكفية وشوية أصوات وبيعملوا ساوند إفاكس عشان يبقى يزوروا الحقائق وكأن في ضرب حواليهم، فهم متعودين على ترويج هذه الشائعات والأكاذيب فبترد عليهم بنفس الأسلوب. في الحالة دي احنا بنحيد الهدف، ما ينفعش ان احنا ما نردش في حالة زي دي لان للأسف في ناس كتير بتبقى ضحية وبتبقى فريسة لهؤلاء الكاذبين. طيب محدش يشتري سمك بلطي، ده بياكل أعلاف فاسدة ومخلفات دواجن وما بقاش صالح للاستهلاك الآدمي ومليانة مايكروبات وديدان وبث رعب في نفوس البشر والمواطنين. دي الشائعة اللي طلعت اليومين اللي فاتوا كمان، وكان الإخوان كالعادة بيروجوا لها، ما رهمش إلا كده، لجان إلكترونية قاعدين بيمولوها طول الوقت وهي دي شغلتهم، يبث الرعب بقى واليأس والطاقة السلبية في نفوس الناس، حتى وجبة السمك البسيطة بيخوفوهم منها، ودي طبعا يعني كذبة ملهاش أي أصل ولا فصل. وطبعا المجلس الإعلامي لمركز الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي واللي نفت طبعا كل الكلام ده، وده طبعا بيبقى رد فعل على طول فوري لأن الناس كتير كانت دايما تشتكي بتقول ايه هو ليه احنا بنتأخر في الرد، المرة دي مفيش تأخير في الرد. المهم بالمصادفه انا لسه واكل سمك بولتي من يومين. والله عادي جدا يعني كنت عارف اصلا ان الشائعه دي موجوده، وبعدين اكتشفت طبعا من مذاكره البرنامج ان الشائعه دي موجوده او في ناس بتتداولها، لكن الحقيقه انه يعني طبعا ما فيش كلام من ده خالص لانه طول عمرنا بناكل سمك بولتي عادي يعني، وفي طبعا الاف المزارع السمكيه، فما اعتقدش كمان انه المعلومه دي من الناحيه الفنيه صحيحه. وكمان ممكن ناخد رد وزاره الزراعه الدكتور محمد القرش هيكون معانا دلوقتي على الهاتف، اهلا بيك يا دكتور. وغير كده كمان يعني حسام على بال ما يجينا التليفون، الوزاره برضو قالت ان انتاج مصر من الاسماك بيصل لمليون و820 الف طن سنويا، منها 81% من الاستزراع السمكي بكميه وزنها مليون و450 الف طن، والسمك البلطي بيمثل منه حوالي 70%، يعني حوالي مليون طن. فطبعا لما تطلع شائعه ان السمك البلطي فيه مشكله يبقى ده ضرر عظيم، وكالعاده بيحاولوا ان هم يضربوا الاقتصاد المصري في مقتل، لان جزء من هذه الأسباب يتم تصديرها كمان، فأنت طبعا بتصدر هذا المنتج لو في مشكلة بيتم رفضه العودة به مرة تانية إلى البلد. على أي حال هنروح معاكم دلوقتي لفاصل ونروح بقى لفقراتنا. أول فقرة كمان هتكون معانا النهاردة عن استمرار برضو لمسلسل الكذب أو مش بي الممول بقى لكل مصادر هذه الكذب اللي هو أصلا شخصيا كذاب، أردوغان وقصة الاقتصاد التركي. هل فعلا الاقتصاد التركي الآن أصبح قايل للسقوط أم لا؟ بعد الفاصل هنعرف. أهلا بحضراتكم من جديد. وكالة موديز أعلنت تخفيض التصنيف الانتمائي لتركيا بسبب العقوبات اللي فرضها ترامب عليها بعد اجتياح الشمال السوري في عملية نبع السلام اللي هي يعني مش اسم على مسمى خالص، وده معناه ان في تغييرات وتأثيرات اقتصادية كبيرة جدا تسبب فيها الرئيس التركي أردوغان بعد قراره بتنفيذ العمل العسكري. أمريكا هددت تركيا وبقوة بتدمير اقتصادها، وبعض الدول الأوروبية كمان وقفت التعاون العسكري وتصدير السلاح لتركيا، بالإضافة لاستمرار انخفاض قيمة الليرة التركية قدام الدولار، بما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة في تركيا تسبب فيها أردوغان وقراراته المتهورة وغير المدروسة. كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفنا المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو علي. صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الورد. هبدأ معاك بشكل عام، هل في مبالغة في وصف فكرة أنه الاقتصاد التركي على شفا الانهيار أو ربما هو أسوأ تراجع لي منذ عقود الحقيقة طويلة، ولا لا دي مش مبالغات، دي مبنية على أسس وحقائق وتقارير دولية؟ هو طبعا يا حسام لما بتيجي تحكم على اي اقتصاد من حيث قوته او ضعفه او حجم التدهور او حجم القوه اللي حصل فيه، طبعا من خلال مجموعه من المؤشرات والارقام، لان الاقتصاد دايما هو مبني على الارقام في المقام الاول، وبالتالي تقدر تعرف يعني مستوى هذا الاقتصاد من حيث التدهور او من حيث القوه.
فبالتالي يمكن اللي حصل للاقتصاد التركي مؤخرا خلال الفتره الاخيره وتحديدا مع يعني الاحداث السياسيه تحديد التعنت السياسي من جانب حكومه اردوغان ابتداء طبعا من القرارات السياسيه الخاطئه في كثير جدا منها واللي يمكن حتى مش بس على صعيد تركيا على صعيد المجتمع الدولي كله كان بيشوف ان هي قرارات تاثيرها اقتصاديا اقوى بكثير جدا من تاثيراتها السياسيه. وكمان الموضوع تطرق اكتر لانه يعني شاهد بعض القرارات الاقتصاديه اللي يعني يمكن تكون ما كانتش معتاد ان احنا نشوفها قبل كده، يعني عزله او اقالته المحافظ البنك المركزي ورفعه فكره رفع سعر الفايده لمواجهه التضخم، يمكن ده كان بيخالف كل المعايير الاقتصاديه العلميه تحديدا، ويمكن لاول مره في تاريخ العالم ان احنا نشوف عزله او اقاله محافظ بنك مركزي لانه وفقا لكل الدساتير العالميه ما بيتمش. وفي الحقيقه يعني اول مره نشوف يعني رئيس دوله يهين جيشه بالمنظر اللي هو عمله او يعتقل قاده جيش وقاده شرطه ومدرسين وقضاء، يعني كانت مهزله تحس ان هو يعني اعتقل البلد كلها. يعني القرارات يمكن زي ما حسام قال في الانترو ان هي كتير جدا منها قرارات صبيانيه اكتر من ان هي قرارات توقي ان في حاله من الوعي لدى رئيس دوله بحجم تركيا. يمكن الاقتصاد التركي في اعقاب 2002 مع بدايه وصول يعني حزب اردوغان للحكم شهد طفره اقتصاديه حقيقيه ما اقدرش ننكر ده، لكن يمكن خلال السنتين اللي فاتوا تحديدا كان في كم كبير جدا من التدهور الاقتصادي اللي حصل للاقتصاد التركي، وتحديدا مع بدايه بقى توجه تركيا لدعم الارهاب ودعم الجماعات الارهابيه في كتير جدا من الدول العربيه ودخولها في نزاعات سياسيه ومسلحه ايضا، يمكن ده اثر بشكل كبير جدا وانهك الاقتصاد التركي، وبالتالي ده بنشوفه بقى في ارتفاع مستوى التضخم لاول مره. هو متورط كمان في تمويل الارهابيين ببجاحه في الحقيقه، يعني مش بيداري كمان، ويمكن ده انعكس على كل المؤشرات الاقتصاديه. ما هو ده بقى ياخدنا لتخفيض وكاله موديز للتصنيف الائتماني عفوا لتركيا، ده معناه ايه وتاثيره ايه؟ نوضح بشكل مبسط. ببساطه شديده يعني. وكاله موديز او اي وكاله من وكالات التصنيف الائتماني في اي تقرير ليها بتقول للعالم كله لبيئه الاعمال العالميه للمستثمرين، والله يا جماعه البلد دي او الدوله دي او الاقتصاد ده امن، يا تروح تستثمروا فيه وتتواجدوا فيه باستثماراتكم وبفلوسكم واموالكم، يا اما ما تروحوش. يمكن التقرير الاخير لوكاله موديس بيقول ببساطه شديده انه مجتمع الاعمال في تركيا مجتمع اصبح سلبي جدا، خطر على الاستثمارات العالميه، خطر على راس المال الاجنبي، وبالتالي ده شهد حاله عزوف كبيره جدا سواء للاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو متواجد بالفعل في تركيا او حتى اللي كان عنده فكره او شايف انه من الممكن ان يتحسن الوضع وبالتالي انه ممكن يرجع تاني الوضع في تركيا، وبالتالي ده ادى لهروب قدر كبير جدا من الاستثمارات الاجنبيه خلال الفتره الحاليه من تركيا للخارج. خلينا نقول ده تاني تخفيض في التصنيف، يعني بالزبط. كان في واحد في خلال 3 شهور في يونيو اللي درجه عليه من المخاطر بالزبط. ودلوقتي احنا وصلنا لايه بي ماينس تقريبا بي ماينس، وده طبعا يؤدي الى لو في اي استثمار عايز يخش بيحط بيقول للمستثمر ببساطه يا حسام ان انت لو تواجدت في السوق التركي او الاقتصاد التركي انت هتحقق خسائر مباشره، يعني مفيش حتى فكره احتماليه حدوث خسائر، لا هو بيجزم بانه في خسائر محققه هتتحقق من لو انت تواجدت كمستثمر اجنبي داخل السوق التركي، وده جزء كبير من اللي بيعتمد عليه الاقتصاد التركي طبعاً. في الاستثمارات الاجنبيه لانه كان بدايه انفتاح جاذب للاستثمار بشكل كبير جدا، خاصه بعد سياسه الانفتاح الاقتصادي اللي بداها اردوغان في 2002، ويمكن ده خلى مجال شويه من الاستثمار الاجنبي، ويمكن كمان الظروف اكتر اقتصاديه وقيمه العمله لما كانت في توقيتها بتشهد حاله من التقدم مقابل الدولار، يمكن ده كان مشجع لكتير جدا من المستثمرين ان هو يتواجد في الاقتصاد التركي، مع كمان وجود عمليات عسكريه بيتم الانفاق عليها وكثير من العمليات الارهابيه اللي ضربت حتى الداخل التركي نفسه، وبالتالي برضو ده كلها مخاوف ضد، وبالتالي ده كمان ادى لانه حجم الدين الخارجي التركي، يعني احنا كنا بنتكلم على حجم الدين الخارجي للاقتصاد التركي في 2002 يمكن حوالي 113 مليار دولار، احنا دلوقتي بنتكلم على ما يقرب من حوالي 413 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا يرهق الموازنه العامه للدوله هناك، رغم ان الاحتياطي عندهم 71 مليار، وبالتالي بالمقارنه صح الاقتصاديين بيقارنوا، بس برضه عايز اقول لك حاجه مهمه، ان الاحتياطي ده كان مبني في جزء منه على مصطلح احنا في الاقتصاد بنقول عليه الهوت ماني او الاموال الساخنه اللي هي اموال استثمار، ففي اي وقت في حاله حدوث اي يعني احداث سياسيه او احداث امنيه من شانها ان هي تهدد مناخ الاستثمار، كل هؤلاء المستثمرين هيسحبوا اموالهم من الاقتصاد التركي واحتياطاتهم من البنوك الجهاز المصرفي، وبالتالي هذا الاحتياطي كمان هتشوف فيه حاله من التراجع الشديده خلال الفتره الجايه. طيب استاذ احمد، يمكن اول ما ترامب هدد بان هو هيوقع عقوبات اقتصادية على أردوغان في حال أنه هو لم يتراجع عن اجتياح شمال سوريا، كانت يعني إحنا كشعب أو كمواطنين عاديين قلنا إيه ده يعني واضح، يعني إيه عقوبات اقتصادية؟ إحنا كنا يعني متوقعين أنه يبقى فيه بقى لو فيه نية جدا أنه فيه تدخل عسكري، ولكن عرفنا بعد كده أو البعض برضو البعض بيقول بالعكس
ده اللي يوجعه اكتر اللي هو العقوبات الاقتصاديه. فعايزين نوضح الجزئيه دي. العقوبات الاقتصاديه ما هي قوة تأثيرها أسرع بكتير جدا من أي صدمات مسلحة أو أي تدخل عسكري. وتقدري أنك أنت تقيدي حركة أي دولة سواء محليا أو إقليميا بالعقوبات الاقتصادية، لأنه الاقتصاد تأثيره على الرأي العام داخليا وعلى الوضع المحلي أسرع بكتير جدا من فكرة الدخول في صراعات مسلحة. وتحديدا لو كان اقتصاد في حالة من الانفتاح أو اقتصاد قوي إلى حد ما زي الاقتصاد التركي في فترة من الفترات، وبالتالي كمان كان عندها رغبة كبيرة جدا في دخول الاتحاد الأوروبي، وده معناه أن هي كانت دولة عندها مطامع اقتصادية قوية. فكرة العقوبات الاقتصادية من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن كتير جدا بيبرر دلوقتي بيقول إيه، إنه العقوبات دي مش هيبقى لها تأثير قوي لأنه من الممكن يكون في شركات استراتيجية مع روسيا مع إيران مع لا، الولايات المتحدة الأمريكية طرف اقتصادي في العالم قوي جدا، ما نقدرش إن إحنا نقلل منه، وبالعكس يعني الدخول في صدام اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية هو شيء مرهق لأي اقتصاد من الاقتصاديات الناشئة تحديدا زي الاقتصاد برغم التركي. بزوغ طبعا نجم دايما الصين وكوريا في مجال الاقتصاد العالمي، إلا أن لا تزال أمريكا هي المسيطرة على حركة التجارة العالمية حركة الدولار العالمي. لأنه في الآخر الاقتصاد مربوط بالدولار. عشان نشرح برضو للناس، هي فكرة ممكن تكون العقوبات موجعة في إيه؟ في حركة الأموال، في عقوبات على البنوك التركية مثلا، ولا هتاخد أي شكل؟ لأنه البعض بيقول برضو غير فكرة التنميع مع دول الشرق الأوسط أو غيرها، ربما تكون روسيا الصين، إلى أن الصادرات برضو والواردات التركية متنوعة، بيتعاملوا مع الاتحاد الأوروبي مع أمريكا. بس برضو ما نقدرش نقول إنه السوق الأمريكي أولا سوق كبير جدا أمام أي دولة أن هي تضخ إليه صادراتها، وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقول هذه العقوبات بفرض قدر من الحماية التجارية على صادرات التركية من الحديد والصلب. وبالتالي أنت بتفرض حالة حمائية، لا أنت بتفقد سوق كبير ومستهلك قدر كبير جدا من المستهلكين أمام منتج مهم جدا بيمثل نسبة مهمة جدا من مكون الصادرات المحلية لك أنت كدولة تركية. يعني الحاجة الثانية، العقوبات الاقتصادية لما أنت تدخل في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، ده شيء مقلق جدا لأي يعني لأي مستثمر، إنه هيخش لأنه هيشوف قدر كبير جدا من تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي تكلفة الاستثمار الأجنبي في تركيا من أي دولة بقى هشوف أنه شيء مكلف عليه مقارنة بحجم الأرباح اللي ممكن هو يحققها داخل السوق التركي. ده غير أن الولايات المتحدة الأمريكية طرف مؤثر جدا في العديد من التكتلات الاقتصادية، وحركة التجارة العالمية بتسيطر عليها بشكل قوي جدا، وبالتالي تقدر كمان أن هي تكبح الجماح التركي اقتصاديا، مش بس مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن كتير جدا مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع أمريكا أو حتى مع الصين نفسها. ينفع نحط خط تحت الاتحاد الاوروبي، بما انه 36% تقريبا من قيمه التعاملات الاقتصاديه وحركه التجاره ما بين تركيا والاتحاد الاوروبي، لكنه حتى هذه اللحظه ما شفناش تهديد جدي بفرض عقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي، يعني رغم تلويحات بروكسل يعني من ازمه دلوقتي حسام فيما يتعلق بالبريكست وخروج بريطانيا وخلافه، فبالتالي هو عنده قدر من الازمات الداخليه. لكن خليني اقول لك ان الاتحاد الاوروبي حتى الان غير معترف بتركيا، يعني مش عايز اقول غير معترف، لكن هو مش شايف ان تركيا قوه اقتصاديه كبرى تقدر ان هي تدخل في اطار الاتحاد الاوروبي، برغم ان عسكريا هي في حلف الناتو موجوده بالضبط، لكن اقتصاديا تركيا كان لها احلام من فتره طويله جدا بدخول الاتحاد الاوروبي طبعا، لكن حتى الان لم الاتحاد الاوروبي ما منحهاش ده، لانه شايف ان هي هيكلها الاقتصادي غير قادر على فكره التنوع الاقتصادي لدول الاتحاد الاوروبي، ان هي تكون شريك في تكتل اقتصادي مهم جدا. فكره اردوغان في استخدام الذهب كان فكره هو اقترحها قبل كده، هل دي ساعدت في ان هي تحافظ على العمله في وقتها في هو العمله التركيه اطلاقا يا مان؟ اطلاقا، لانه الذهب هو محفظه استثماريه في كل دول العالم. انا كمواطن في اي دوله بشوف انه يا اما استثمر في البورصه، يا اما استثمر في الذهب، يا اما استثمر في العقارات، يا اما استثمر من خلال وضع مدخرات في القطاع المصرفي واخد عليها فايده، بتختلف على حسب قوه كل اقتصاد وقوه المحفظه الاستثماريه الموجوده فيه. لكن الذهب هو مرتبط ببورصه عالميه، ما تقدرش انت كمان تبقى ملاذ امن للاستثمار وفي ظل الوضع الاقتصادي التركي. تقدر تقول ده ممكن يبقى قوي في حاله ايه؟ لو هي انتاجها من الذهب اصلا كمورد اقتصادي عندها، بتمتلك منه يعني كميات كبيره جدا، تقدر ان هي تؤهلها او يكون عامل مساند للاقتصاد التركي في ازمته. ده غير اصلا انخفاض القوى الشرائيه للعمله، فمهما كان الذهب مش هيقدر يغطي الفرق الكبير اللي بيحصل دلوقتي ما بين انخفاض القوى الشرائيه في الليره التركيه مقابل الدولار، فبالتالي على الاطلاق مش ملاذ امن. ويمكن كمان مش كل يعني المواطنين التركيين هيقدروا
يقدروا ان هم يبقوا يعتمدوا على ده. هل ده معناه ان دي بدايه نهايه اردوغان ولا مش للدرجه دي؟ انا شايف ان مسلسل انهيار الاقتصادي في تركيا بدا لانه في تعنت كبير جدا فيما في اليه اداره الدوله اقتصاديا، ابتداء زي ما قلت لك من بدايه الحلقه الفقره في يعني عزل محافظ البنك المركزي، وده كان شيء يعني غريب جدا لكل الاوساط الاقتصاديه في مستوى العالم، وحتى جاب وزير الماليه بتاعه كمان بيرد تقريبا، فيمكن كل قراراته اللي بياخدها قرارات يعني الى حد ما مسيسه وقرارات فيها قدر من المجامله، مش قرارات تستند الى يعني المهنيه العلميه اقتصاديا او حتى على صعيد الممارسه العمليه وفقا لكل المؤشرات اللي طالعه دلوقتي. وده ادى ارتفاع كمان معدلات التضخم في الداخل يعني 22%، ودي يمكن معدلات مرتفعه كبيره جدا في ظل طبعا تراجع مستويات الانتاج حسام، لانه انخفاض القوى الشرائيه وانخفاض الانتاج وانخفاض معدل الصادرات وزياده نسبه الواردات، ده بيوحي كارثه كبيره. البعض كمان بيقدر قيمه مديونات الشركات التركيه باكثر من 200 مليار دولار بالفعل. وده يمكن برضو لاول مره من 2002 يعني قيمه المديونات دي، ويمكن الشركات دي هتحتاج كتير جدا منها، ممكن يعلن الافلاس ويصرح قدر كبير جدا من العماله، بل ممكن يصفي استثماراته، وبالتالي هتواجه مشكله اكبر هي مشكله البطاله اللي تقريبا دلوقتي بنتكلم على حوالي 12.7%، ويمكن ده هي بتحتل المرتبه السادسه عالميا عالميا من حيث ارتفاع معدلات البطاله، وده كمان مؤشر اكثر خطوره يعني. والبعض بيقول انه الاقتصاد التركي برضو يعني قادر بشكل او باخر على التنويع من مصادره، يعني هم عندهم سياحه ما زالت الى حد ما قوية، عندهم صادرات وواردات، وعندهم أيضا حركة في السوق، وبرضو علاقات خلينا نقول متنوعة في الاقتصاد العالمي. إلى أي مدى يمكن أن تصمد أمام بقى الموجات المتتالية حتى لو لقينا أنه في عقوبات أمريكية؟ تمام، خلينا نجاوب على الشق الاول من سؤالك حسام، هو فكره قطاع السياحه. حقيقه قطاع السياحه في تركيا كان بيسهم بنسبه كبيره جدا من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد بشكل عام، لكن يمكن انت في ظل التوترات السياسيه والازمات الامنيه اللي بتشهدها تركيا او الدخول في صراعات مسلحه سواء في الشمال السوري او خلافه، ده طبعا بيخلي حاله من التخوف لدى اي سائح ان هو انخفض بالفعل اكثر من 2 مليون زائر، بس انخفاض القوه الشرائيه للعمله هناك مقابل الدولار بيبقى يعني برضو شيء مش محفز خالص لاي حد ان هو ممكن يروح، لانه هيبقى فيه ارتفاع كبير جدا لقيمه الاستهلاك انا على مستوى كسائح او كمواطن رايح ان انا من خلال قطاع السياحه هناك. الحاجه الثانيه فكره التنويع، انا زي ما قلت لك انه الدول في على كل مستوى العالم في علاقاتها الاقتصاديه ما بتحكمهاش المجاملات اطلاقا، بتحكمها فكره المصلحه خالص. يعني انا هعمل علاقات اقتصاديه مع تركيا، هستفيد ايه من تركيا؟ هستثمر في تركيا، ايه اللي هيرجع لي من الاقتصاد التركي؟ وفقا لكل المؤشرات بتوحي انه في انهيار كبير حادث في على مستوى الاقتصاد التركي، في تراجع كبير جدا لمستوى الاقتصاد ومؤشرات الاقتصاد واختلالات هيكليه قويه جدا. في قرارات اقتصاديه بتتخذ من اردوغان بتوضح للعالم اجمع انه اداره البلد اقتصاديا بتتم بشكل يعني ما فيهوش اي قدر من العقلانيه ولا يستند لاي معيار من المعايير العلميه الاقتصاديه. ويمكن حتى صندوق النقد الدولي مؤخرا من ايام اعلن ده صراحه انه الاقتصاد التركي بيدار بشكل بعيد تماما عن كل المعايير الاقتصاديه. كل الشرح اللي انت شرحته تفصيليا لما يحدث في تركيا او اقتصاد تركيا في الوقت الحالي، من وجهه نظرك ده هيترتب عليه ايه في الفتره اللي جايه؟ توقعاتك ايه؟ يعني انا اتوقع انه الانهيار الاقتصادي المحتمل حدوثه في تركيا هيقيدها ايضا سياسيا، ويمكن انا شايف انه ده هيبقى له تاثير اكتر على فكره دعمها للجماعات الارهابيه وللفكر الارهابي تحديدا اعلاميا او حتى الجماعات الارهابيه في العديد من الدول المحيطه بها، ويمكن هيفرض عليها حاله من العزله القويه. ده غير كمان ان في نقطه مهمه جدا مها انه الراي العام التركي ايضا المواطنين التركيين مستائين بشكل كبير جدا من الوضع الاقتصادي وايضا من الوضع السياسي اللي اثر بشكل سلبي جدا على الوضع الاقتصادي، ويمكن ده يمكن هتبقى يعني اول مسمار في نعش اردوغان زي ما بيقولوا، لانه زي ما قلت لك الظروف الاقتصاديه كل ما بتزداد فيها حته التدهور كل ده ما بيقدر ان هو يبقى عامل مؤرق جدا لاي نظام حكم في اي دوله وبدايته يعني نحو الانهيار. طيب البعض بيقول هو بيلجا دلوقتي لما يسمى بسندات الدين، وهو بتلجا يعني حل مش جديد بتلجا ليه كثير من الدول، وهو بيرى ان قد يكون ده داعم لفتره
من الوقت يعني يحقق قدر من الاستقرار حتى الانتخابات 2023. لكن في تقارير أخرى بتقول إنه سندات الدين ممكن تؤدي إلى كارثة أيضا، فلو ممكن تشرح لنا بشكل مبسط. أنا هضرب لك مثل في الموضوع ده تحديدا يا حسام بمصر. يعني إحنا منذ أيام كان في اتفاق ما بين وزير المالية دكتور محمد معيط وأحد البنوك الأوروبية فيما يتعلق بتمويل الاستثمار في أدوات الدين العامة وهي الاستثمار في سندات طويلة الأجل. لكن النقطة دي تحديدا مرتبطة بحاجة مهمة جدا وهي مدى الملاءة المالية للاقتصاد. بمعنى ايه؟ انا كمستثمر جيت لك واستثمرت عندك في سندات الدين او ادوات الدين الحكومية اللي تطرحها انت من خلال وزارة المالية، مدى قدرتك بعد كده بعد يعني في اجل استحقاق هذه السندات ان انت كدولة ترد لي انا كمستثمر قيمة هذه السندات وفقا للارباح او معدلات الفايدة المتفق عليه. طيب احنا لسه قايلين شوية من شوية انه وكالة مودز للتصنيف الائتماني خفضت الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لتركيا، وبالتالي بتقول للمستثمرين ان الدولة دي مش هتقدر ان هي تكون جادة في ان هي توفي باجل استحقاق الدين. فبالتالي ده خسارة كبيرة او معيار مهم جدا من معايير فشل هذه الآلية كأحد آليات التمويل المحلي لتركيا. لكن عندنا احنا في مصر مثلا وزارة المالية البنك الدولي صندوق النقد رجح بشدة مؤخرا هذه الآلية وقال ان دي والوضع الاقتصادي في مصر وضع آمن جدا وفي التحسن في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، وبالتالي استثمار في ادوات الدين الحكومية في مصر شيء يعني ايجابي جدا هيحقق قدر من الارباح للمستثمرين من كل دول العالم اللي هم مقبلين. هو واضح بشكل عام ان هيبقى في مفاجآت برضو احنا كلنا متوقعينها في الايام اللي جاية، واكيد هيكون في متابعة لهذا الوضع. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ابو علي الخبير الاقتصادي على المعلومات دي. نشكرك شكرا جزيلا. ومن المذهل الحقيقه نشوف الرجل اللي كانوا الناس بتتغنى بيه لرفع الاقتصاد التركي لمستويات غير مسبوقه، هو نفس الرجل اللي بياخده بينزل بتاعه، شيء يدعو للتامل حقيقه. بشكرك مره ثانيه، نروح لحضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل حوار جديد ايضا وفقره ايضا مهمه جدا. خلينا اقول لكم انه تم الحقيقه منذ ايام تعيين متحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، محدث جديد هيكون لديه استراتيجيه ايضا مختلفه. الدكتور ابراهيم عطا هيكون ضيفنا بعد ايضا الفاصل. مرة تانية، مين فينا اللي ما بيبصش على نشرة الطقس كل يوم؟ بالتأكيد الجميع بيتابع كل يوم طبعا نشرة الطقس، ومهمة لكتير من الفئات خلينا نقول بشكل خاص لأنها متعلقة بأعمالهم اليومية، ومهمة طبعا لكل المواطنين لأنه يهمنا نعرف هننزل لابسين إيه الصبح على الأقل ولو كان في تقلبات جوية أو لا. بس الحقيقة هيئة الأرصاد الجوية المصرية غير ده كمان بتقوم بمجموعة كبيرة جدا من المهام العلمية الدقيقة جدا اللي بتصل إلى حد تأمين الكثير من المنشآت الحيوية وتأمين كمان البلاد من مخاطر ظواهر طبيعية مختلفة قد تؤدي إلى كوارث لا قدر الله لو لم ننتبه إليها. وكمان بيشتغلوا على موضوعات كتير متعلقة بالتغير المناخي، بحالة المناخ المتوقعة في السنوات القادمة لمصر، يعني دراسة علمية مؤسسة على أحدث خلينا نقول التقنيات العالمية. واللي أعرفه كمان أنه هيئة الأرصاد الجوية المصرية تعتبر من الجهات الرائدة على المستوى العالمي كمان في رصدها للطقس والمناخ. النهاردة ضيفنا الدكتور إبراهيم عطلة المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتنبؤات. تنبؤات أهم شيء، يعني لو التنبؤ طلع مش مظبوط حضرتك هتمسكوه في خناقه صح كده ولا لا؟ أهلا دكتور، صباح الورد أستاذ حسام. صباح الخير يا أستاذ ما. أهلا بحضرتك. خلوني أسجل إعجابي الشديد بحضراتكم في البداية، وفخر إن أنا موجود في قناة قوية ليها مشاهدينها، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن المشاهدين ونكون نقطة جذب للقناة بإذن الله. في البداية بقى يعني من وإحنا صغيرين اتربينا على جملة جاف حار صيفا دفيق وممطر شتاء. احنا فين بقى من الجملة دي دلوقتي في ظل طبعا التغييرات المناخية على مستوى العالم؟ في الواقع الجملة تغيرت تماما، والهيئة العامة للأرصاد الجوية فيها فريق عمل كامل عاكف الأيام القادمة واللي قبل كده كمان بإعداد دراسة لتصور ووصف مناخ جديد لمصر في ظل التغيرات المناخية اللي بتجتاح العالم كله، تدخل العامل البشري في الجو وزيادة الملوثات في الغلاف الجوي والكثافة البشرية والغابات اللي بتتحرق والبراكين والأعاصير والحاجات دي كلها من شأنها أدت إلى تغيرات مناخية غيرت منظومة
المناخ على مستوى العالم. وده بيتهيألي يعني مش جديد على الكرة الأرضية، يعني من ملايين السنين الكرة الأرضية كل فترة مرت بعصور فعلا، بعصور أبيض طيب. سمعنا عن العصر الجليدي والعصر مش عارف إيه، ففعلا في تغيرات مناخية، وده بقت فاكت، بقت حقيقة موجودة على العالم كله، وده ترند واتجاه في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بتدعو الدول وجميع مرافق الأرصاد في كافة الدول إن هي تقوم بدراسة وتوصيف المناخ وفق المتغيرات الحديثة اللي حصلت في الظروف الجوية والإضافات اللي زادت على الغلاف الجوي. احنا عايزين نشكر طبعا يعني احنا طبعا قبل ما نستكمل حركة اللقاء، بس طبعا الدكتور احمد عبد العال يعني ياما ارهقناه وتقريبا كنا بنكلمه احيانا كل يوم واحيانا في نفس اليوم اكتر من مره، فاحنا عايزين نوجه له التحيه. طبعا هو خرج على المعايش يعني. انا شخصيا افتخر ان انا احد التلامذه الكسر للدكتور احمد عبد العال، وهو اختارنا واحنا شباب صغيرين وقعدنا ان احنا ناخد الصف الثالث ثم الثاني لنتبوأ المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان نكمل مسيره الكفاح اللي هو بداها استكمالا للعمالقه اللي قادوا الهيئه العامه للارصاد الجويه، وهو كان احدهم بصراحه. وزي ما الاستاذ حسام اضاف في الاول ان الهيئه العامه للارصاد الجويه هي من اعرق الهيئات، مش كوني انا احد القيادات في الهيئه واحد العاملين بالهيئه بقول كده، لا انا انا فعلا فخور ان انا بنتمي للهيئه العامه للارصاد الجويه اللي كانت في فتره قريبه جدا بتتبوأ رئاسه المنظمه العالميه للارصاد الجويه لفترتين متتاليتين. كنا احنا رؤساء المنظمه العالميه للارصاد الجويه لمده 8 سنوات متتاليه، وان شاء الله في ظل السياسات المحطوطه من يعني وتوجهات القيادات السياسيه ووزاره الطيران المدني اللي الهيئه احد الهيئات اللي تابعه ليها، وبنتهز الفرصه طبعا بوجه الشكر كله لمعالي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على مجهوداته وعلى ما يليل الارصاد الجويه من اهتمام خاص. لان الهيئه بتتبع وزاره الطيران، الهيئه طبعا تتبع وزاره الطيران المدني، وده العرف والاساس، واغلب الهيئات ومرافق الارصاد الجويه على مستوى العالم بيتبع وزاره الطيران. يعني خلينا نشرح للمشاهدين اكتر كواليس بقى عمل هيئه الارصاد الجويه، لانه طول عمرنا من واحنا صغيرين علاقتنا بالارصاد الجويه المذيعه القمر اللي بتبقى واقفه وبتشاور على الطقس وهنا وسحب و الناس مش قادره تستوعب، او احنا كمان عايزين نتعلم من حضرتك انه المنظومه دي يعني معقده جدا والعمل فيها مش سهل وليها متطلبات وليها شروط، يعني نقرب بقى نوعي الناس اكتر باهميه. والله دي فرصه كويسه جدا ان انا زي ما شكرت الدكتور احمد عبد العال وزي ما شكرت معالي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اشكر زمايلي واشكر كتيبه العمل جميع العاملين من فنيين ومن رصيدين ومن اخصائيين ومن دكاتره ومن اداريين ومن ماليين في الهيئه العامه للارصاد الجويه، منظومه كامله متكامله تعمل 24 ساعه 366 يوم خلال السنه، مفيش اجازات عندنا، مفيش عطلات، مفيش اي شيء خالص يعوق العمل، بنشتغل على مدار السنه. هي هيئه تعتبر هيئه علميه ترتقي لتكون هيئه بحثيه، عندها جميع المفردات ان هي تكون هيئه بحثيه في كافه مجالات البحث العلمي الخاصه بالطقس والمناخ والتغيرات المناخيه. بيتم انتقاء العاملين بالارصاد الجويه من اختيارهم من خريجين كليه العلوم اقسام معينه زي قسم الفيزياء او الرياضه او قسم الارصاد الجويه اللي استحدث حاليا في الجامعات المصريه، بقى قسم جديد ده تلبيه لسوق العمل واهتماما. يعني بقى في قسم في جامعه القاهره وجامعه الازهر خريجين خاصين بالارصاد الجويه، يعني ممكن يبقى واخد دبلوم ارصاد جويه مثلا. لا بيبقى بكالوريوس ارصاد جويه، بكالوريوس او ارصاد جويه، ممكن يعمل دبلوم كمان في الاول كمان ممكن يعمل دبلوم. كل اللي بيتعينوا في الهيئه بيكونوا خريجين بكالوريوس علوم اقسام اللي انا قلتها، ثم يتم دفعهم الى منحه داخليه ليأخذوا دبلوم الدراسات العليا على الأقل لمدة سنة في الأرصاد الجوية، ثم يتم الدفع بيهم مرة أخرى بعد الانتهاء من الدبلومة ليأخذوا دبلومة متخصصة أيضا في حاجة اسمها RMTC Regional Meteorological Training Center. ده أحد علامات الهيئة البارزة، مركز اختبار الإقليمي للتدريب. المركز ده أنا شرفت أن أنا كنت عضو هيئة التدريس فيه لسنوات عديده قبل ما انتقل الى مجال اخر جوه الهيئه. كان بيكون المركز رقم واحد على مستوى العالم من حيث تدريب الوافدين. ده بيتخرج بقى منه ايه؟ راصد جوي. بيتخرج منه نوعين، الراصد الجوي
اللي هو مسؤول عن عمليات الرصد والمتنبئ الجوي المسؤول عن عمليات التنبؤ. حلو. عشان نوضح المسألة ببساطة. نمسك واحدة واحدة. علم الأرصاد الجوية هو ذلك العلم الذي يختص بحاجتين اثنين ولهمش ثالث. والترتيب منطقي. رصد ثم دراسة الغلاف الجوي. فاللي بيقوم بعمليات الرصد هو مجموعة الفنيين الأكفاء الراصدين زملائنا وشركائنا في العمل. حلو. ليجمعوا مجموعة من البيانات بسميها عناصر الرصد الجوي. عن طريق ستلايتس بقى زي يعني عن طريق حاجات كتيرة أهمها والرؤية الضغط الجوي، بناخد عناصر الضغط الجوي والرطوبة والحرارة وخلافه. ثم هذه البيانات بتكون قاعدة والانطلاقة اللي بياخدها الأخصائي ليدرس حالة الجو. يدرس بقى عنصر الحرارة دلوقتي كان 30 درجة مئوية، بعد شوية بقى 31. السبب ده الزيادة الدرجة ديت ليها معنى عندنا مش بتعدي كده. أو الضغط كان 1015 ملي بار بقى 1014، قل ليه أو زاد ليه؟ زي ما كان معروض من شوية صور للخرائط الطقس اللي احنا بندرسها. ثم بيتم يعني شوف احنا صور يعني خرائط الطقس دي مين بيحطها؟ الراصد ولا المتنبئ؟ بتبدأ بالراصد. الراصد. تبدأ بالراصد. شوف الصور كده. تبدأ بالراصد. يتم توقيع بيانات على الخريطة بتاع الأرصاد الجوية. حلو. ثم الأخصائي اللي هو المتنبئ الجوي يتم بعد كده تحليلها زي ما احنا شايفين كده الخطوط اللي بالأحمر ديت. دي خريطة أرصاد جوية لطبقات الجو العليا بتوزع أو بتوضح الأنظمة الضغطية. وعشان أوضح للسادة المشاهدين برضو كلمة نظام ضغطي هم أكتر من نظام، إنما هم في الأصل نظامين أساسيين. الضغط الجوي المرتفع والضغط الجوي المنخفض. كثيرا ما نسمع مثلا في النشرات او في المتحدث العام يقول ايه تتعرض الجمهوريه لمرتفع جوي. أيوة. او امتداد مرتفع جوي او منخفض جوي او امتداد منخفض جوي. احنا عندنا سمات هذه المرتفعات والمنخفضات لما يكون في منخفض جوي عارفين ايه الظواهر واتجاهات الرياح حواليه شكلها عامله ازاي وسرعات عامله ازاي. فابتدي اتتبع حركه الملاحه اتتبع حركه النظام الضغطي من خريطه الى اخرى. الخريطه دي بيتم اعدادها كل ساعه. لان في رصد كل ساعه، كل 24 ساعه في رصد بيتم اعدادها وتوقيعها على خريطه الارصاد الجويه. ثم بيتم تتبع الانظمه الضغطيه من وقت الى اخر وابتدي اطلع التنبؤ بتاعي بشكل. هيئه الارصاد الجويه بقى يعني فيها عدد العاملين فيها كام شخص؟ لانه حضرتك بتتكلم على حاجه شاقه جدا، يعني في متابعه لحظه بلحظه. مش هتكلم على عدد العاملين ولكن هتكلم على عدد المحطات التابعه للهيئه العامه للارصاد الجويه. لان عدد العاملين يعني مش مصرح ان احنا دي هيئه استراتيجيه. وقد تدل على شيء فانا مش هقول الرقم. لا ما تقولش. انما هو رقم ضخم. عندي يتبع الهيئه اكتر من 130 محطه منتشره في كل الجمهوريه. عندي 8 مراكز تنبؤات ارصاد جويه خاصه بالتنبؤات العامه وتنبؤات الطيران والتنبؤات البحريه منتشره. على جميع يعني بتبقى في مراكز خاصه مثلا بحركه الطيران، مراكز طبعًا. خاصه بال طبعا احنا بنفهم عشان الموضوع ده يعني احنا دايما بناخد درجات الحراره يعني والمعلومات مش فاهمين بتتعمل ازاي. دي انتوا احنا بناخد اللقطه الاخرانيه طبعا الخلاصه. احنا بنطلع تنبؤ كل يوم. هو حضرتك في صوره قدامنا يعني دلوقتي مثلا حركه الصوره اللي قدامنا دي صور توزيعات الكتل السحاب. دي صور اقمار صناعيه. دي احد طرق الرصد اللي احنا بنتبعها. احنا مش بنقعد كده مع بعض نفكر نقول بكره الجو هيكون شكله عامل ازاي. لا ده عمليه معقده. ده عمليه علميه معقده جدا للغايه. بيخش فيها بيانات وصور واقمار صناعيه. طب والاخضر ده معلش واحنا برضو بنفهم حضرتك برضو دي 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 صور اقمار صناعيه برضو بس واخده لون مختلف. بندي السحاب اشكال عشان نميز عشان تميزوه. يعني السحاب اللي في السماء ده اكتر من نوع 10 انواع سحب. دكتور ما مدى دقه الابلكيشنز على الموبايلز؟ في ناس بتكتفي بيها لا انصح بيها تماما. لا تنصح بيه ليه بقى؟ تمام. لانه الابلكيشن غير مسؤول. المسؤول الجهه المعنيه المرخصه من الدوله ومن الحكومه المصريه بموجب القرار الجمهوري المنشئ للهيئه سنه 1971. الهيئه العامه للارصاد الجويه هو الكيان الوحيد المعني باصدار التنبؤات والتحاليل يعني برغم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي ليست دقيقه طبعا. لان احنا عندنا كل الكلام ده جوه الهيئه. انا عندي معامل حاسب الكتروني. وعندي ادارات. انا عندي اداره مركزيه للبحث العلمي. عندي اداره مركزيه للمحطات. عندي كل التكنولوجيا اللي موجوده بره موجوده عندنا. احب اقول ان الهيئه داخله على طفره اخر ما ختم بيه حياته الدكتور احمد عبد العال.
ومنحه من القياده السياسيه. حتى شوفوا يا جماعه القياده السياسيه داخله في الارصاد الجويه طبعا. يعني احنا مصر في نعمه لما تبص في الشرق تبص في الغرب تبص في الشمال. ايه نوعيه الدعم بقى اللي تم؟ الدعم تم منح الهيئه دعم الهيئه بمبلغ ضخم جدا مش هقول قيمته قد ايه، ولكن تم تقسيم هذا المبلغ. ده بيعكس طبعا مدى اهميه دور هيئه الارصاد الجويه. خلينا نتكلم كمان في جزئيه انه العالم مر بمرحله كده كنا دايما نقول ثقب طبقه الاوزون وبعد كده الاحتباس الحراري او ظاهره الاحتباس الحراري ده كان انعكاسه ايه بقى على مصر؟ يعني خلينا بقى واحنا بنتكلم على 27 محافظه وكيف تاثرنا في الواقع. هو الاحتباس الحراري ده حقيقه علميه حقيقيه، انما ثقب طبقه الاوزون ده اكذوبه كبرى مقصود بها سياسات واقتصاديات. يا خبر لا طبعًا. دي انا ازاي مفيش ثقب لو لقيت الاوزون ده لا اشعه ضوء تقليل للحياه لو وصلت زي ما طالعه من الشمس كده او الاشعه الضاره اللي طالعه من الشمس. الاوزون ده ربنا هي طبقه من الغاز، هو عباره عن جزء اكسجين مطابق بذره اكسجين اللي هو بنسميه الاو 3 دي موجوده في طبقات الجو العليا عشان تحمي الارض من الاشعه الضاره اللي جايه من الشمس اللي هي الالترا فايلوت الاشعه فوق البنفسجيه. لو الاشعه دي وصلت للارض بنفس الانتنست بتاعتها الشده والقوه تدمر الحياه على سطح الارض. كان ايه سبب ان الاكذوبه تطلع في ذلك التوقيت؟ علشان يقفلوا بعض المصانع في حتت معينه. دي توجهات وتكتلات اقتصاديه رهيبه عملاقه. ولكن مفيش في حاجه بنسميها اتينيويشن اوف اوزون لاير، اضمحلال طبقه الاوزون. يعني انا مثلا السيكنس بتاع طبقه الاوزون في المنطقه دي بيكون بالسمك ده نتيجة تفاعل طبقة الأوزون مع بعض الغازات قل بقى كده، إنما ما تدمرش لأن لو تدمر لا قدر الله. يعني هو حصل له فعلا إضمحلال نتيجة الثورة الصناعية أيضا في بعض الأماكن. نتيجة الثورة الصناعية نتيجة كثافة حركة الطيران عدم الطيارة نفسه اللي بيخرج بيأثر على طبقة الأوزون. طيب حضرتك بقى كنت بتتكلم على أنه الاحتباس الحراري ده بقى سليم صحيح 100%. الاحتباس كان أول تحذير من كولين باول على ما أعتقد أشار لي طبعا. هو طبعا الإنسان ما يقدرش يعيش غير في مناخ موائم لحياته، فإذا حصل فيه تغير في الظروف المناخية تستحيل معاه الحياة أو تصعب. فالاحتباس الحراري معناه أن الأرض تبتدي تحتفظ بدرجة حرارتها زي ما هي والغلاف الجوي المحيط بيها ما تفقدوش، فده يؤدي الى ارتفاع درجات حراره ويؤدي الى مشاكل. يعني انا لو الارض ما فقدتش درجه الحراره بتاعتها والغلاف الجوي ده يؤدي الى ان الكتل الثلجيه اللي موجوده في القطب الشمالي والقطب الجنوبي تبتدي تنصهر وتملى وتفيض علينا بالمياه بتاعتها، وتلاقي مستوى سطح البحر ارتفع عندي، فدي مشكله كبيره يعني. واللي بيسبب الاحتباس الحراري ديت هو حالات من الاستقرار الجوي وزيادة النسب والغازات الاحتباس الحراري في الجو. يعني هي كلها عوامل بشرية. فاحنا بيتم سنويا وده بيتم دراسته هنا في مصر والتجاوب معه والتفاعل. ده عالمي. لا أنا طبعا بس احنا في مصر طبعا كمان مصر ترأست لجنة التغيرات المناخية في الاتحاد الافريقي في 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 وقت قريب يعني. لا مش مصر ترأست لجنة التغيرات المناخية في الاتحاد الافريقي. معالي الوزير يونس المصري يرأس حاليا مجلس الوزراء الافارقة المعنيين بالارصاد الجويه لمده 4 سنوات. والله والله ناهيك طبعا ان فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس السيسي حفظه الله رئيس الاتحاد الافريقي. مصر رجعت لافريقيا ومصر تتبوأ حاليا وبتسترجع دورها الريادي في المنطقه على لانها هي دوله عظمى في كافه مجالاتها في الارصاد الجويه في الصناعه في الطب طبعا. ما شاء الله يعني احنا المصريين قادرين يعملوا الإعجازات طبعا إن شاء طبعا الله. صحيح يعني مش جديد على الشعب أبداً المصري العظيم أبداً يعني ابدا والله ابدا. طيب عايزه بس اسال سؤال فني متعلق بقى بالحياه اليوميه. أهلاً هو الشتاء فين؟ معلش الناس النهارده حضرتك قلت بقى احنا في راصدين وفي متنبئين بالارصاد الجويه. طيب انتوا تنبأتوا ان النهارده انخفاض ملحوظ في درجات الحراره وسقوط الامطار تمام، فين بقى الامطار اللي سقطت دي وفين بقى انخفاض درجات الحراره لو وفين الشتاء؟ احنا النهارده انا يعني قبل ما اخش على حضرتك دلوقتي متابع الوضع الامطار يعتبر من يوم الاثنين النهارده يعني. لغايه يوم الجمعه في حاله عدم استقرار شديده هيصاحبها انخفاض في درجه الحراره يتراوح ما بين 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعي. يعني في لحظه هنبص نلاقي القاهره وصلت 27 درجه مئويه بجد. بس الجو الصبح مش بارد. ما هو النهارده لسه 32 يعني بالعكس ده بكره هتبقى 28 يعني وهكذا لغايه بدايه انخفاض يعني يعني هو تقريبا ذروه الانخفاض يكون معانا يوم الاربعاء والثلاث والاربعاء الثلاث والاربعاء ان شاء الله رب العالمين.
بدايه الامطار تصل لكام بقى؟ تصل لكام؟ هتوصل، انا قلت هتوصل المعدل الطبيعي لدرجه الحراره في الاوقات دي من السنه للقاهره والدلتا والوجه البحري 30 درجه مئويه. 30 درجه هتنخفض عنه بمعدل من 3 ل 4 درجات. بس ده حر برضه. لا مش حر، لا ده جو معتدل جدا. بجد؟ والله جو معتدل جدا. مع انخفاض بقى مستويات الرطوبه مثلا؟ بالظبط، لان هو تساقط المطر بيؤدي الى ايه؟ تخلص الغلاف الجوي من كميه بخار الميه اللي فيه. هو الرطوبه يعني ايه؟ يعني زياده نسبه بخار الميه في الهواء. لما بخار الميه ده يتكثف يبقى تحول من الحاله البخاريه للحاله السائله، ما بقاش رطوبه. بقى قطرات ميه. بس هل امطار شديده؟ لان احنا قرانا ان هي تصل امطار شديده. امطار شديده هي امطار، هي حاله عدم استقرار عاديه بتحدث في مثل هذه الاوقات من العام في الخريف بالذات كل سنه في الاوقات دي، ودي اول حاله عدم استقرار تمر بها البلاد في فصل الخريف. هو معروف ان فصل الشتاء قصير، عمره قصير، هل هو اسر عن المعتاد؟ ابدا، احنا ما حصلناش ولا بيحصل شيفت، يعني بتحس انه يعني زي ما بيحصل عمليه هو تاثير التغيرات المناخيه بيؤدي الى احساس متداخل في بدايات الفصول ونهايتها. يعني انا معروف عندي ان الشتاء يبدا رسمي جغرافيا 21 ديسمبر، ولكن قد يكون من توزيعات الضغطيه. انا اعرف لما يكون الضغط الجوي هنا ضغط مرتفع يبقى ده بدايه الشتاء مثلا، الاقيها على الخرائط بدا عندي. انما دي اول مره تحصل بحجم كل من السنوات من وعدم السنه اللي فاتت كده يحصل حاجات زي كده في الخريف. في الخريف دي كانت بتحصل عندنا في مصر قبل كده. لا، الخريف هو فصل الامطار الغزيره والسيول. ده شيء معتاد. وحاله عدم الاستقرار اللي بتسود البلاد حاليا اللي بدات من النهارده وهتظهر شدتها تظهر معايا مع تقدم ساعات النهار، ده شيء طبيعي جدا. طبيعي جدا. بس حضرتك كنت بتقول معلومه فكنت بستدرك. غير مقلق ليه كمان؟ والدليل على كده ان حركه الملاحه في البحرين المتوسط والاحمر صالحه جدا لكافه الاعمال البحريه والصيد. لان ارتفاع الموج هناك في البحرين من متر ونص الى 2 متر. قد تنشط الرياح احيانا على خليج السويس لان هي منطقه ضيقه شويه، فيؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه في بعض الساعات خلال ساعات النهار. بنسبه كام في الميه بتكون توقعات الارصاد الجويه سليمه؟ لانه ساعات بنسمع ناس تقول لك ايه يا عم قعدوا يقولوا حر. 100% واحنا 100% على مسؤوليتي. طب وايه اللي بيخلي بعض الناس تقول لك ايه كان متوقع مثلا انه يبقى في ارتفاع في درجه الحراره وطلعت؟ هوضح بس. احنا ثقه علميه ثقه في كفاءات العاملين في الهيئه العامه للارصاد الجويه، وثقه في الكفاءات الفنيه اللي موجوده في الهيئه، وثقه في اساتذتنا اللي علمونا. احنا مش بنطلع اللي عنده مشكله بقى يكلم الدكتور. احنا عندنا مشكلتين، ان احنا بنطلع التنبؤ واحنا بنتابعه طب وبنشوف اللي حصل فيه وحصل فيه ايه بالظبط. ممكن بعد ما اطلع التنبؤ بساعه يحصل تغير في الجو، فانا اعمل تعديل في التنبؤ بتاعي، بس ما فيش عندي الوسيله للميديا ان انا ازيع تاني. الكلام ده في الطيران صعب، ما ينفعش. انا بدي خط سير الرحله للطيار او لحركه الطيران، فانا بطلع تنبؤ ورصده جويه خاصه بالتنبؤات بتاع الطيران كل ساعه. دقه التنبؤ يا استاذ حسام تتناسب تناسب عكسي مع طول الفترة الزمنية، لأن ده بيخدم على زي حضرتك ملاحة وطيران وزراعة وأحيانا في الاستراتيجيات الحربية وقضاء، زي ما أمديته في أكتوبر برضو الجيش يعني المصري. بس بيتهيألي الطبيعة برضو بيبقى ليها شأن آخر لما الطبيعة بتبقى غير متوقعة بشكل عام، صح ولا؟ كله بدل خاضع للبحث العلمي والمعادلات العلمية والتطبيقات العلمية يبقى محكوم تماما. احنا ان شاء الله رب العالمين قريبا لما منظومه التطوير، انا ما كملتش الجزئيه ديت اللي الدوله بتدعم بيها هيئه الارصاد، المبالغ الهائله اللي دعمت بيها الهيئه وظفناها في 3 مشاريع كبيره. جبنا عدد كبير من محطات الارصاد الجويه الاوتوماتيكيه جديدة اللي تسمح لنا طبعا برصد الغلاف الجوي وطبقات الهواء المختلفه دقيق، لما يكون عندي معلومه دقيقه اطلع بيها تنبؤ دقيق. ولاول مره في مصر هيكون عندنا رادارات للطقس، هقدر اقول السحابه ديت هتمطر الساعه كام بالظبط، وهتنزل كميه ميه قد ايه وفين الحته. السحابه دي الساعه كام بالظبط؟ هقول الدرجه دي هقول تاني هقدر اتنبا اقول كميه الميه اللي نازله من السحابه ديت كميتها قد ايه وهتنزل الساعه كام وهتنزل فين بالظبط. مش هاجي اقول لك متوقع نزول سقوط امطار على السواحل الشماليه واسكت، لا، اقول ده على مدينه السلوم، هقول على مدينه مرسى مطروح، هقول على الاسكندريه، هقول على مدينه بنها عشان هي بلدي.
تحية لبنها واهل بنها يعني. تحية لاهل بنها طبعا. حلو قوي المعلومات اللي حضرتك ذكرتها. والله انت كده قلت مشروعين والثالث. المشروع الثالث حاسب آلي عملاق يسمح بتخزين البيانات اللي هي بتفيدني في اعداد الدراسات المناخيه ووضع البرامج المتقدمه جدا اللي بتساعدني في الحسابات بتاعتي وسريع في المعالجه بتاعته والبروسيسنج بتاعه سوبر كمبيوتر. تحليل بقى بيانات ضخمه جدا طبعا. بيانات دي بقى توزع على كل اجهزه ومؤسسات الدوله طبعا اللي تحتاجها يومي. تستفيد بيها بعمل خرائط مستقبليه عندنا كمان. لينك عندنا زراعه تواصل. املاح طيران عندنا كل تواصل شيء. مع كافه مرافق الدوله من اعلى مستوى رئاسه الجمهوريه مرورا بجميع المحافظات ورئاسه الوزراء يوميا في تواصل مع بعضنا لان الارصاد الجويه معلومه بيتبني عليها قرارات استراتيجيه في البلد وتحركات طبعا. يعني احنا سعداء جدا بالحوار ده والله فتح لنا معلومات أنا مختلفه. انا اكثر سعاده والله يعني حاولنا وبدعوكم لزياره الهيئه. يا ريت نعمل حلقه كامله هناك في هيئه الارصاد تشوفوا المجهود. ما حضرتك بقى تستحبنا في جوله هناك واحنا جاهزين. انا جاهزين. من دواعي فخري وسروري والله. ونوروا الهيئه في معلومات لطيفه ممكن الناس برضو تبقى حابه تعرفها معلومات علميه وطول ما في الاستاذ حسام والاستاذ الله يكرمك. لا يا جميل العفو. وتنوع الطقس بيسر الحياه طبعا. يعني لو الطقس ماشي بارد بس او سخن بس او معتدل بس هتبقى حياه رتبه ملهاش معنى. مش هيبقى في حياه اصلا. واقصى درجات عدم الاستقرار في مصر هي معتدله بالنسبه للاجواء طبعاً. المحيطه بينا كلنا بالتأكيد. ربنا حامي البلد دي الحمد لله. موقعنا الجغرافي بيخلي الطقس بتاعنا حتى لما نقول حاله عدم استقرار في اسوأ حالاته بيكون اذا ما قورن بحالات الطقس الثانيه الحمد لله ما عندناش عصير ولا ماينس 22 وماينس 24 في الشهر. والله احنا بس احنا دعوه لزمايلي وللمصريين البلد في حاجه للعمل طبعا والاخلاص في العمل طبعا ان شاء الله. طبعا وان شاء الله نقدر ان شاء الله. لا المصريين قادرين طبعا ومصر جايه ومصر ان شاء الله هتكون ام الدنيا ان شاء الله. باذن الله محروسه دايما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عطر متحدث باسم هيئه الارصاد الجويه ونورتنا واستفدنا كتير من المعلومات اللي حضرتك قلتها. انا سعيد جدا وبتشرف بالمقابله ديت واول لقاء طبعا لحضرتك او اول ظهور لحضرتك أول على اول ما اكون سديت جزء صغير من الفراغ الكبير اللي كان ماليه الدكتور احمد عبد العال اللي بمسح بصبح عليه وبقول له ان شاء الله هنمشي على نفس الوتيره وربنا يقدرنا ان احنا نكون اسهمنا معاكم في الفقره دي ان شاء الله. بشكرك مره ثانيه. نروح معاكم لفاصل وبعد الفاصل المنتج الكبير محسن عالم الدين في ضيافه صباح الخير. حضراتكم من جديد. ويعني انا عايزه اقول احنا قاعدين دلوقتي قدام تاريخ سينمائي عظيم. يعني النهارده ضيفنا يعني الموجود معانا ومنورنا ومشرفنا من اهم صناع السينما في مصر وتاريخ كبير جدا في الانتاج السينمائي. بدا بالعمل مع المنتج الكبير رمسيس نجيب وكان محطه مهمه جدا في حياته. كان منتج منفذ كمان لعدد كبير جدا من الافلام اللي بعدها بيعتبر علامه خالده وفارقه في تاريخ السينما المصريه والعربيه زي افلام الرصاصه لا تزال في جيبي، دمي ودموعي وابتساماتي، إمبراطورية ميم، حتى آخر العمر، نحن لا نزرع الشوك، بئر الحرمان. وحصل كمان على العديد والعديد من الجوائز بداية من الثمانينات. ضفنا هو المنتج الكبير والقدير الأستاذ محسن عالم الدين. أهلا بحضرتك. صباحك صباح الورد ومتشرفين جدا بوجودك. أهلا يا فندم. ومسي على المقدمة الجميلة دي. يعني أقل حاجة احنا قلنا الأفلام ده غير 7-8 أعمال تلفزيونية برضو احنا مش ناسينهم صح؟ صح؟ في التلفزيون طبعا. حضرتك ما فيش نجم او عملاق من عمالقه السينما ما اشتغلتش معاه. يعني تدور على كل ممثلين يعني الكبار حسن حظ كلهم عادل امام سعاد حسني محمود عبد العزيز محمود يعني كل الناس تقريبا في حد ما اشتغلتش معاه. اشتغلت معاه كذا فيلم انما الفيلم اللي بعتز فيه جدا اللي هو احنا بتوع الاتوبيس طبعا طبعا تعريف الاستاذ فاروق صبري. عمل لكم مشاكل الفيلم ده؟ لا والله وقعت محتجب شويه وبعدين ربنا فتح علي محتجب كتير بالشويه. استاذ محسن يعني محطات مهمه جدا في حياتك وحضرتك وعلامات فارقه. حضرتك حابب ان انت تتكلم عن كل مرحله. مرحله المنتج رمسيس نجيب دي المرحله اللي ابتديت فيها ومعاه وانا عندي 16 سنه
كملت جامعة وكملت دراسات عليا وأنا معاه برضو، واشتغلنا بقى أفلام من مدير إنتاج لمنتج منفذ، أفلام أنا بعتز بها جدا يعني، من أول ثلاث نساء إلى بئر الحرمان إلى دمي ودموعي وابتسامتي، الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم، الحب الضائع، دخولك في الوسط كمان صح؟ بئر الحرمان، دخول حضرتك في الوسط كان صدفة؟ الزوجة الثانية. دخول حضرتك في الوسط فعلا كان صدفة؟ هو صدفة ومش صدفة يعني. أنا في الأول والدي توفى وأنا عندي 13 سنة، فمرضوش دخلوا كلية عسكرية، فجالي كلية التجارة في اسكندرية، فقالوا لي روح، قلت لهم طب اشمعنى يعني؟ فدخلت تجارة القاهرة انتساب، وكان لي ابن خالتي ويعتبر أخويا الكبير مدير عام استوديو مصر أستاذ فتح حسن الله يرحمه، فقال جربت كذا حاجة في الشغل بقى، فما ابتدتش يعني ما عجبتيش بالأصل. بس إدارة العمل دفعت، قال لي تشتغل مع الأستاذ رمسيس، فقلت له قال طب لما انزل مصر، كنا في رأس البر، قلت له لا أروح دلوقتي. فنزلت فعلا قابلت الأستاذ رمسيس في استوديو نحاس، وكان بيصور أياميها غرام الأسياد. وفي دمي ودموعي وابتساماتي، ممكن نشوف منه نوري بقى مشاهد كده الناس، دمي ودموعي مثلا نشوف منه، دمي ودموعي وابتساماتي طبعا نشوف منه جزء كده. تفتكر حضرتك ايه اول عمل شاركت في انتاجه، اول عمل خالص ذكرياته معك ايه؟ اول عمل كان في بيروت، في بيروت ما كانش في مصر يعني، من ثقة الاستاذ رمسيس، مع الاستاذ رمسيس سافرت بيروت وسابني وعملنا ثلاث نساء، ثلاث قصص للأستاذ إحسان عبقدوس. طبعا. اللي أنا بتشرف إن أنا اشتغلت في حوالي 25 فيلم من أفلام الأستاذ إحسان عبقدوس. هايل. في مرحلة مهمة حضرتك كنت حابب تتكلم عنها، اللي هي مرحلة ما بعد رمسيس نجيب. مرحلة إن أنا اتيتمت بقى. مرحلة بقى اتيتمت وابتديت تتجه للعمل الخاص. الحقيقة كنت في الجيش. فجات لي فرصة بترشيح من قائد بتاعي في الجيش ان انا اعمل فيلم الصعود للهوية. ده طبعا طبعا. فسافرت باريس وانا عسكري في الجيش، وعملنا الفيلم شهرين في باريس واسبوع في تونس، والحقيقة يعني كانت مرحلة كويسة في حياتي، ان انا فعلا اشتغلت مع كمان مخرج كنت اشتغلت معاه قبل كده كتير، انما لوحدي مع الاستاذ كمال الشيخ. طبعا. فدي مرحلة الصعود الهوية. وبعدين بقى مرحلة معها احنا بتوع الاوتوبيس. بعدين عملت فيلم ايام في الحلال، صور في لندن، و يعني دي الافلام يعني انا افلامي قليلة، والهلفوت بتاع الاستاذ عادل امام. طبعا. واحنا دي الافلام اللي عملتها بدون انتاج الخاص وبعد الاستاذ رمسيس. واحنا بقى في شهر الانتصارات، فما ينفعش ما نذكرش الرصاصه لا تزال في جيبي. يعني عمل في كل وجدان كل مصري، يمكن عشت عليه سنوات وسنوات طويله، ما كانش هم كانوا عمل قليله جدا. اتعمل هذا الفيلم انتج في نوفمبر سنة 73، ابتدى تحضير ليه في نوفمبر 73 بعد الحرب مباشرة، وعرض في أكتوبر 74 في ظرف صعب برضه، توقيت صعب يعني لا بس كان فيه الحقيقة كمان القوات المسلحة ادت إمكانيات عظيمة فيه. المعابر اتبنت من جديد، السواتر الرملية اتبنت من جديد. معركة عسافيا جوري جه فيها 95 دبابة، 95 دبابة من القوات المسلحة وفرت. الحقيقة كان رغم انه كان في انشغال ما زال القوات المسلحة في التوقيت ده، لسه في كانت ايضا مناوشات وفي برضو ضغط يعني، لان هم حرصوا ان هم يمدوكوا بكل ما تحتاجوه. بعد كده عملنا مع القوات الجوية حتى اخر العمر. بعد كده انا عملت لوحدي فيلم يوم الكرامة، اللي هو اليومين دولت ذكرى إيلات يعني امبارح النهارده كنا لسه امبارح تقريبا عرضنا التقرير النهارده. ده كمان القوات البحرية ساعدتنا جدا،
وكان في اثنين انا بعتز ان انا تعاونت هم يعني دعمونا، الفريق تامر عبد العليم قائد قوات البحريه، وكان يميها اللواء مهاب مميش كان يميها هو المتولي رعايتنا في القوات البحريه. واحنا بنقول طبعا يعني لابطال القوات البحريه كل سنه هم طيبين طبعا بمناسبه عيدهم النهارده. حضرتك اشتغلت مع مجموعه كبيره كمان من خلينا نقول الكتاب والمخرجين الكبار، يعني فطين عبد الوهاب، صلاح ابو سيف، محمود الفقار، حلمي حليم، يزي مصطفى، اسماء كتير، استاذ كمال الشيخ، كمال الشيخ، حسين كمال، حسين كمال طبعا، استاذ صلاح ابو سيف، حسام الدين مصطفى، استاذ صلاح ابو سيف، استاذ حلمي حليم، يعني اسماء كبيره ومن الزملاء بقى اللي انا بعتز بيهم جدا كمان، استاذ محمد عبد العزيز، سمير سيف، طبعا احمد يحيى، علي عبد الخالق، حسن الامام، علي بدرخان، حسن الامام، عمر عبد العزيز، والملك الاستاذ حسن الامام. طبعا طبعا. مين كمنتج بقى من وجهه نظرك كمنتج كنت بتستمتع لما كنت عارف ان هو المخرج بتاع هذا العمل، تبقى عارف انه لا انا العمل ده هشوف عمل مختلف، يعني كلهم اسماء كبيره وكلهم اضفوا للتاريخ، لكن مين مثلا تجاربك معاه بتعتز بيها على المستوى الشخصي؟ من كل الزوايا يعني الانتاج برضه في انانيه شويه يعني من حس زوايا اللي كانت زي احنا بتوع الاتوبيس في حاجه فيلم زي جداً. الحب الحب داخل العمل السينمائي، لان الحب داخل بين افراد العمل الفيلم بيبان على الشاشه. ككاست يعني ككرو، ككاست ككرو، كمخرج وممثلين، كعمال، يعني الاول كان في روح ود وصداقه والفه وعيله واحده وخافوا على بعض وكل يوم بيقعدوا مع بعض يتغدوا. دلوقتي ما فيش. الاول مثلا كان اصطاف الفيلم 30 40 نفر بالكتير، النهارده اصطاف الفيلم 150 نفر يمكن ما يعرفوش بعض. طب ما هو يعني هل مثلا احنا ممكن نقول بما انهم ممثلين ودي شغلتهم ومحترفين، فحتى لو ما فيش ود خلف الكاميرا هيعرفوا يداروا ده قدام الكاميرا، ولا للدرجات دي بتفرق انه تكون في علاقه محبه حقيقيه ما بينهم وما بين بعض؟ والله بتفرق يعني بتفرق. حتى برغم بعدين احنا كان في عندنا زمان حوالي 12 بطل وكانوا كلهم بيحبوا بعض. النهارده عدد البطلات قليل، مفيش يعني بطلات مقارنه بزمان. يعني احنا يمكن بنشوف طبعا النجمه الكبيره نجلاء، ولا عشان مفيش نقدر نقول نجلاء فتحي ونور الشريف ومحمود ياسين كانت شريفة ماهر كان فيه بس ده خلينا نتساءل، لما فيلم يجمع نجمات كبار قوي كده في نفس يعني في نفس الكادر، ما بيحصلش غيره برضو اللي هو العامل البشري برضو بينهم وبين بعض حد يبقى عايز يزن. انا عملت فيلم اوكي الحب وحده لا يكفي، اول انتاج ليا، كان فيه نور الشريف و ناهد شريف ورفت امين وعادل ادهم وسعيد صالح ووحيد سيف. واشتغلت مع النجمه سعاد حسني، اشتغلت مع سعاد حسني بير الحرمان، احلى الافلام. في تكريم عايزين حضرتك تحكي لنا عنه اللي قدامنا دلوقتي، التكريم الصوره دي. ده تكريم بعتز بيه جدا، مهرجان اسكندريه السينمائي اللي انا بعتز بيه، لان انا يعني حضرت 35 دوره بتوعه وخدت جائزه اولى فيه 3 مرات، وخدت تكرمت تكريم خاص السنه اللي قبل اللي فاتت واصدر كتاب عني، فشكرا لمهرجان اسكندريه وربنا يديم نجاحه. طيب حضرتك يعني اشتغلت مع اسماء وفنانين كبار وعظام، بس دايما كنت بحب فكره انك اجيب نجم، يعني يبقى نجم وجنبيه شباب صغير طالع، اكتر ما من فكره ان انا اطلع شباب صغير لوحده كبطل. انا سمعت ده في واحده من لقاءاتك، صح؟ كان فمين اللي كنت يعني تعتقد ان هو هيبقى لما اتعاملت معاه اول مره كنت شايف ان هو هيبقى نجم كبير جدا واصبح بالفعل نجم؟ مين من تعاملت معاهم وهم صغيرين؟ محمود ياسين تعاملت معاه في الاول خالص من اول بداياته،
وبعدين وفي واحد تاني انا بعتذر ان احنا تعاملنا مع بعض في الاول واصبح نجم وبيختار افلامه وعلى مستوى هايل من النجومين. مين بقى؟ احمد عز. احمد عز. احمد عز. حضرتك كنت عايز تتكلم على انه في حاجات مشاريع مستقبليه حضرتك بتجهز لها دلوقتي صح؟ هو في مشروع يعني حلم حياتي فعلا. ايه هو؟ اللي هو ان احنا الجيل اللي احنا طلعنا سوا وما اشتغلنا بطلنا شغل فبنجمعهم وهنبتدي اول فيلم الاسبوع الجاي ويلي فيلمين تانيين وفيلمين وفيلمين اللي هو في عودة المخرجين والكتاب والمصورين القدام. عودة مش القدام يعني النهارده يعني سمير سيف ما يشتغلش؟ لا طبعا. عمر عبد العزيز ما يشتغلش، احمد يحيى ما يشتغلش، محمد عبد العزيز ما يشتغلش، علي عبد الخالق، دكتور سعيد الشيمي، دكتور سعيد الشيمي كمان. انا بقول لك في المخرجين هاني لاشين، علي بدرخان، المصورين سمير فرج وسعيد شيمي ومحسن احمد. احنا اول فيلم على فكره داخل الجمعه الجايه تصوير محسن احمد واخراج مجد احمد علي. هايل، ده خبر اكسكلوسيف بقى لينا في تان اهو، يعني احنا فيلم يعني ده إيه؟ اول ده اول تصريح يعني. وهذا الترشيح لمحسن احمد بناء على اغلب الزملاء المصورين هم اللي اصروا على ان محسن يبتدي اول فيلم. ده من انتاج حضرتك، منتج الشركه؟ لا انا يعني ده انتاج مجدي، احنا كل واحد هيعمل فيلم كده يعني. انما لقينا الموزعين اللي هيدعمونا ولقينا السيناريوهات ويعني وكل شيء جاهز. طب اول تجربه الفيلم اسمه ايه؟ اتنين طلعت حرب. اتنين طلعت حرب، بطوله تحددت ولا؟ البطوله تحددت تقريبا احمد وفيق، محمود قبيل، احمد مجدي، سمير صبري، شيري عادل، دلال عبد العزيز. يعني ده جزء من عوده الكبار كمان مع الجيل الجديد. اتنين طلعت حرب. بنحييك والله على الفكره الجميله دي والمختلفه والاصرار على العطاء الحقيقه لسنوات طويله. بعد كده تدعمونا في الحكايه طبعا. طبعا عشان كده بقول الخبر ده يعني حقيقي والله، لان ده مشروع لازم يبقى فيه يعني تكاتف شويه من كل الاجهزة. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يديك الصحه وطول العمر، واكيد هيكون في متابعه للاعمال اللي جايه، وبنشكرك انك نورتنا النهارده. عشت يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا على الجميله دي. ان شاء الله يستمر العطاء لسنوات وسنوات ان شاء الله. كنا سعداء جدا بوجودك معانا، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، اللي الحقيقه اللي ما فيش خلينا نقول فيلم مهم يمكن في السنوات الخمسين الماضيه ما كانش حضرتك ليه دور فيه بشكل او باخر. بنشكرك مرة تانية نورتنا، واشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله نشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة.